هاي تخت هو أكثر نوع مفروشات مستعمل بالبيت. رقم القياسي لأكبر تخت بالعالم هو 26 متر ونص ب 16 متر ونص. بعد مصادر بتقول إنه دكتور نيل أرنوت اخترع الفرش المائية بال 1800 وكان الهدف منها طبي بامتياز، مع إنه دكتور ويليام هوبر هو يلي بيملك براءة الاختراع. سنة 1985 تم اختراع الهوريكين بيد بالولايات المتحدة، وهو تخت بيتسكر بقلب خزانة بيحمي من الأعاصير والزلازل. مين قال إنه بحسب البي بي سي تخت المش مرتب منه مكان ملائم لتراكم الحشرات والغبرة، فالأفضل للصحة يضل تختكن مش مرتب. أنا قال بشوفكم بكرة.